هنتكلم على موضوع اليوم مهم جدا واخر موضوع في دورتنا هذه هو الكورليشن والريجريشن، المواضيع المهمه جدا والمواضيع اللي بيحصل فيها للاسف مفاهيم خاطئه. من خلال هذا السيشن ان شاء الله حنصحح المفاهيم، وهو موضوع بسيط وسهل ان شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عاوزين نعرف ديفينيشن ايش معنى كورليشن وايش معنى ريجريشن وايش اللوجيستيك ريجريشن، وبعدين كالعادة حنخرج بقواعدنا الذهبية إن شاء الله في موضوع الكورليشن and الريجريشن. جاهزين؟ جميل. ما هو الكورليشن؟ الكلام اللي سألتني عليه دكتورة نور الصباح، الكورليشن هو إيجاد علاقة بين قيمتين عدديتين. ضروري أن تكون الفاريابلز كوانتيتيف، لا يمكن أن نقبل نعمل correlation between data quantitative و data non-quantitative. فلا بد شرط من شروط correlation أن both data لا بد أن يكونوا quantitative. إيش معناها؟ معناها أنه إذا تغيرت قيمة X، هل قيمة X مرتبطة مع قيمة Y ولا لا؟ مش عارف، هذا اللي هو correlation. إذا ضروري تكون X quantitative والY quantitative. طيب دائما في الاكس اكسس نحط الاندبندنت فاكتورز، وفي الواي اكسس نحط الديبندنت اللي هو الاوتكم. مثلا لو ضربنا هنا مثل على الايج، ومثلا هنا بالنسبه للاوتكم الهاي، بالنسبه للطول هو اللي عندي الاوتكم، فهل يتاثر بالعمر ولا لا؟ فذي النقطه اساسيه ارجوكم في كل في اي كورليشن. في الاندبندنت حنحط الاكس الاكس اكسس، وفي الواي اكسس حنحط الاوتكم اللي هو الديبندنت. الكورليشن عبارة عن ثلاثة أشياء، يا بوزيتيف كورليشن يا نيجاتيف كورليشن يا نو كورليشن. ما معنى بوزيتيف كورليشن؟ معنى بوزيتيف كورليشن الآتي: كلما زاد إكس ها زاد واي، ها كلما زاد إكس زاد واي، علاقة طردية. إذا نسميه بوزيتيف كورليشن. إذا ما هو البوزيتيف كورليشن؟ كلما زاد X زاد Y. شايفينها قيمة X تزداد تزداد زاد، وقيمة Y برضو تزداد، فده نسميه positive correlation. النيجاتيف correlation العكس: كلما زاد X كلما قل Y، كلما زاد X كلما قل Y، ونسميها العلاقة عكسية، ونسميها النيجاتيف correlation. جميل. لا يا أخي، كلما زاد X كلما قل واي. الامر الثالث انه نو كورليشن، ما فيش. شايفين هنا كلها سكاترد، ما فيش اي علاقه توحي، فبالتالي يقول نو كورليشن. بمعنى اخر ان الاكس غير مرتبط بالواي. جميل. في نقطه مهمه نشي نتفق عليها: الكورليشن لا يعني الكوزيشن. ما معنى ان علاقه اكس مرتبطه بواي انه هي سبب؟ لا اطلاقا، لانه زي ما انتم عارفين الكوز هو تايم ريليتد، وهنا ما فيش معنى تايم ريليتد، فبالتالي هنا فقط ارتباط، لكن ليس من خلال الارتباط نحدد انه هذا السبب فقط. احنا نقول انه الاكس مرتبط بالواي او غير مرتبط، وما نوع هذا الارتباط. كيف نعمل لها كالكوليشن؟ في حاجه بنسميها الكورليشن كوفيشن، او معامل الارتباط يسموه. معامل الارتباط يعطينا امرين فقط، معامل الارتباط يعني تو انديكيشن، يعطينا ما مدى قوة العلاقة والدايركشن لهذه العلاقة. إذا الكورليشن كوفيشن يعطينا السترينث اوف كورليشن والدايركشن اوف كورليشن، إذا قوة هذه العلاقة وفين اتجاهها، هل اتجاهها موجب ولا اتجاهها سالب. جميل. السكيل حق الكورليشن كله من 0 ل 1، 0 نو كورليشن، 1 سترونج كورليشن. ودي نقطة في منتهى الأهمية، وللأسف فيها خطأ شوية، إنه بعض كتب الإحصاء تكتب إن السكيل من ناقص واحد إلى زائد واحد. نقول لهم مش صحيح الكلام هذا. ليش مش صحيح؟ لأنه لو قلنا بهذا الكلام إنه صحيح، معناها إنه 0.4 أقوى من ناقص 0.7، وهذا مش صحيح. في فرق بين السكيل، بين إنه الدايركشن وبين السترينث. السكيل هو من 0 لواحد، كونها جاءت بالناقص فهذا الدايركشن، لكن لا يخرج على السكيل.
ودي نقطة في منتهى الأهمية. وإن كان على فكرة كتب إحصاء تكتب من ناقص واحد إلى زائد واحد، لكن المنطق ما هوش ما يمشيش معاه، بدليل إنه لو قلنا هذا المنطق اللي يقولوه معنى لما تطلع علاقة 0.4 نقول إنها 0.4 أقوى من الناقص 0.7، وهذا مش صحيح. الناقص 0.7 أقوى في مجالها. هي اللي لا في فرق، ما احنا نقول في فرق بين الدايركشن وفي فرق بين السكيل. هذا دايركشن، كون الاتجاه حقها بوزيتيف اور نيجاتيف هذا الدايركشن، هي هل اذا زاد اكس زاد واي ولا هل اذا زاد اكس نقص واي، هذه دايركشن. لكن السكيل هو من 0 ل 1. جميل. اذا السكيل هو من 0 ل 1، الكورليشن او معامل الارتباط الكورليشن كوفيشنت معانا له معادلتين بس. شوفوا كم أخذنا معادلات في الكمباريزن، هنا معادلتين فقط. إذا كانت الداتا نورمال داتا، أي نورمال ديستريبيوتد داتا، وكانت لينير، نستخدم لها بيرسون كورليشن. إذا كانت الداتا نون نورمال ديستريبيوتد، وكمان سواء كانت لينير أو نوت لينير، نستخدمها سبيرمان كورليشن. بس very simple. هذه المعادلات حقهم بس عشان بس تتخيلوها. هذه المعادلة حق البيرسون وهذه معادلة حق السبيرمان، يعوضوا فيها ولن تطلع النتيجة ما معك إلا قرير الصفر والواحد السكيل. طيب تعالوا نشوف، في باحث عمل البحث هذا عاوز يعمل علاقة بين الايج اند الهايت في الأطفال. شايفين طفل عمره نص سنة وطفل عمره سنة وخمس سنوات وسنتين ونص وأربع، وكل واحد يقيس له الطول حقه. بعد ما عمل الداتا ذي راح عمل سكاتر دياجرام، واضح انه كلما زاد اكس زاد واي. اذا هذه الار حقها بالبيرسون كورليشن 0.9. ما معنى 0.9؟ ان العلاقه سترونج، وكونها ما فيش جنبها معناها بوزيتيف. ما معناها بوزيتيف؟ انه كلما زاد اكس زاد واي، وهذا امر في الحياه طبيعي، كلما زاد عمر الطفل كلما زاد طوله. جميل. واحد ثاني عمل بحث اخر في الادلت، فاللي عمره 25 سنة كم طوله، واللي عمره 30 سنة كم طوله، و60 سنة كم طوله، و120 و44 كم طوله. كويس. وراح عمل السكاتر دايجرام، شوفوا كيف طلع ار زيرو، ما في كورليشن. وهذا المنطق اللي في الحياة، هل احنا عاد في مجال نطول؟ عبد الرحمن يتمنى. طيب ما في مجال. فهذه واضح ان ما في كورليشن. إذا ما معنى ما في كورليشن؟ إنه ليست هناك أي علاقة، إكس لا ترتبط إطلاقا بقيمة واي. جميل. في واحد رايق جدا عمل بحث كالآتي، راح شاف الناس اللي إكسبوز للصن كم ساعة في الأسبوع، وشاف النمبر أوف كولد إبيسود، كم يتعرضوا لنزلات برد. فطلعت العلاقة ذي، واضح العلاقة ذي بالنظر إيش؟ برافو عليكم، عكسية. ما معناها؟ انه كلما زاد التعرض للشمس كلما قلت عدد الاصابات بالكومن كولد او نزلات البرد. شايفين الار ناقص او ناقص 0.7، معناها صحيح علاقة قوية لكنها علاقة عكسية. جميل. لو سمحتوا الاكسرسايز اول واحد اللي هو بيه حتجي لكم العلاقات، هاتوا رايكم في العلاقات هذه، هل هي علاقة صحيحة الار ولا مش صحيحة، واقترحوا الصحيحة. الار 0.4 صح ولا غلط؟ واضح زيرو، واضح انه سكاتر دياجرام ما فيش علاقه خالص. طبعا على فكره انا مش عارف، يمكن نسيت او شريحه مش عارف راحت مني، احنا كيف نشوفه فيجوال بالسكاتر دياجرام؟ نروح نشوف كل قيمه اكس وكم قدامها واي، ونطرح نقطه قيمه اكس وقدامها واي ونطرح نقطه، ده يسموه سكاتر دياجرام. فمن هنا سكاترد واضح انه ما في كورليشن خالص. ايش ميزه هذه؟ ميزه هذه يكون عندي سنس، وانس اني اشوف السكاتر اقول القيمه حقه حتكون قريبه كذا او ناقص كذا. فاذا جاء واحد كذا قال لي اربعه اقول لا مستحيل، هذه صفر، هذه ار يساوي 8. برافو عليكم، صحيح. اذا ماينس، علاقه عكسيه، واضح انه كلما زاد اكس كلما قل واي. جميل. نيجاتيف كورليشن، وهذه بوزيتيف 8. إذا واضح أنها بوزيتيف 8، كلما زاد X كلما زاد Y.